لماذا ينكسر الزجاج؟ طبعا نحن بنعرف انه الزجاج هو مادة صلبة، لكن ليش بينكسر اذا تعرض الى حرارة مفاجئة او الى برودة مفاجئة او الى صدمة؟ طبعا لازم نعرف بداية انه المواد الصلبة بتنقسم عندي حسب البنية الهيكلية الى نوعين. شو يعني البنية الهيكلية؟ يعني طريقة ترابط الذرات مع بعضها. اول نوع هو مادة متبلورة، يكون هذه الذرات مرتبطة مع بعضها بشكل منتظم. ثاني نوع هو مادة غير متبلورة، بيكون توزيع الذرات فيها عشوائي، يعني الذرات مرتبطة مع بعضها بشكل عشوائي. شوف شكل حتى نفهم أيضا باللوري، شوفوا كيف الشكل باللوري، كلهم بنمط معين نفس الترتيب. أما غير باللوري، ذرات قريبة من بعض، ذرات بعيدة عن بعض، ما في نمط محدد لتوزيع الذرات. طبعا الزجاج عندنا بنعده مادة خزفية مصنوعة من السيليكا، والسيليكا هي مادة غير متبلورة، يعني الذرات تتوزع بشكل عشوائي فيها بداخل هذه المادة. مثل ما شايفين حاليا النمط أمامنا، كيف هذه الذرات مترابطة مع بعضها في طريقة عشوائية، يعني ما في نمط محدد إلى ترابطها. طبعا هذا الشيء بيؤدي إلى إضعاف الزجاج، فوقت هو بيتعرض إلى حرارة مفاجئة وإلى برودة طبعا بينكسر. ليه؟ لأنه أساسا الزجاج بيتمدد بالحرارة وبتقلص بالبرودة، فوقت بسبب أنا بنية طبعا اللا بلورية أو توزع الذرات العشوائي، وقت اللي أنا راح يكون عندي مثلا كأس بارد أسكب فيه سائل ساخن جدا، فراح يؤدي هذا الشيء إلى تمدد الزجاج فجأة. طبعا بسبب بنيته اللابلورية بيتمدد من جانب أكثر من جانب، يعني من بذرات معينة بيتمدد أكثر من ذرات أخرى، طبعا بسبب صعوبة الوصول إلى حالة توازن حراري بسبب التوزع العشوائي للذرات. شو يعني صعوبة الوصول إلى حالة التوازن الحراري؟ حالة التوازن الحراري يعني إنه يصير عندي السائل والكأس نفس درجة الحرارة. فإذا كان في فرق كبير بين الدرجتين، يعني الكأس بارد جدا والسائل ساخن، بيؤدي هذا الشيء إلى انكسار الكأس، لأنه في ذرات بتسخن أسرع من ذرات فبتتمدد، فبيحدث عندي انكسار بالكأس. طبعا هذا الشيء أيضا عند تعرض الزجاج إلى ضربة أو إلى قوة خارجية أيضا بينكسر، لأنه بنيته الهيكلية ضعيفة بسبب التوزع العشوائي للذرات اللي بتكون عندي الزجاج.